بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على موضوع لازم نتكلم عليه في الوقت الحالي، لأن هو أصبح هذا الموضوع هو موضوع الساعة بعد تمام القضاء على الفيروس الكبدي سي وأيضا الفيروس كبدي بي، وإحنا ما عندناش كحوليات. أما الكبد المناعي ده فهو قلة قليلة جدا. الفيروس الكبدي سي الآن أصبح تضاءل كثيرا جدا حتى لن يكون له وجود في سنة 2020، ولذلك أصبح الكبد الدهني هو الذي يحتل المكانة الأولى من الاهتمام في العالم. هذا هو الكبد الطبيعي وهذا هو الكبد الدهني، وما نشوف هنا هذا هو الكبد الدهني. وأي واحد يشوف الكبد بتاع أي حاجة ويلاقيه أبيض كده مصفر، فهذا ليس كبد طبيعي ولكن كبد دهني. الكبد الدهني بيبدأ بالكبد الدهني، ثم الدهن بيلهب خلايا الكبد ويؤدي إلى التهابات في خلايا الكبد من 10 إلى 20%، ثم إذا التهبت خلايا الكبد بالدهن فيؤدي إلى التليف ويؤدي إلى السرطان الكبدي. حتى لقد ثبت أن الكبد الدهني يمكن أن يؤدي إلى سرطان الكبد بدون تليف، في عكس الفيروس الكبدي سي لا يؤدي إلى سرطان في الكبد إلا إذا حدث تليف في الكبد. وأما الفيروس الكبدي بي فقد يؤدي إلى سرطان في الكبد بعد التليف أو حتى بدون التليف. فنقدر نحط الكبد الدهني في ميزان الكبد الفيروسي بي، لأن الاثنين دول ممكن يؤدي إلى سرطان في الكبد حتى بدون التليف. الكبد الدهني في إيدنا إن إحنا نحترس بيه، وأهم حاجة الحزام بتاعك. إذا كان حزام البطن بتاعك كبير ثق إن عندك كبد دهني، ولذلك أنا أستطيع أن أشخص أي واحد بالكبد الدهني مجرد وهو قاعد قدامي لما أشوف الكرش بتاعه إنه موجود. وهنا الحتة دي مهمة جدا، لدرجة إن هو جراحيا ابتدأوا يشيلوا الدهن الموجود في الكبد في البطن وقاية من مضاعفات الكبد الدهني ومضاعفات أخرى على القلب وعلى السكر وخلافه. ولكن المسألة بسيطة، لما نعرف سبب الكبد الدهني ونستطيع أن نقي أنفسنا مبكرا يبقى مفيش داعي لأي مشاكل أخرى. فمثلا الأكل اللي هو سعرات حرارية كثيرة، شوف هنا بياكل كام صنف، انت كن حريص انك تاكل صنف واحد. واي حاجة بتاخد صنف واحد ما بتتخانش، العصافير بتاخد صنف واحد عمرها ما يبقى في سمنة في العصافير، فالطيور اللي بتاخد صنف واحد عمرها ما تسمن. انما احنا لازم ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، لان كل واحد ما يفرغ من طبق بيشبع منه، ولكن بتتفرح نفسه للأطباق الأخرى. جرب تعالى كل صنف هتلاقي خلاص مش قادر تكمل من ده، جابوا لك صنف تاني تبدأ تاكل من جديد. يبقى إذا دلوقتي الأكل هو الأساس، مش الأكل ده هو الليبوجينيك اللي بيعمل دهون في البطن وفي الأماكن اللي هي مخصصة للدهون، الأمعاء الدقيقة ثم القولون لتتخمر ويطلع منها الأسيتات والأسيتات. كمان ما تنساش إن أغلب الناس بتحب تاخد الفاست فود اللي احنا بنشوفه كده، الأولاد دول تعودوا على كده، فثبت إن الفاست فود ده هو اللي بيؤدي إلى دهون في الكبد 155%، ويؤدي إلى ارتفاع انزيمات الكبد 220%. طبعا مهما نقول برضه هيفضلوا ياكلوا الاكلات اللي هي
سهلة الإعداد، والناس اللي غاوية تاكل بالليل، ثبت إن الأكل الليل ده هو اللي بيؤدي لدهون الكبد، وثبت إن كمان الحلويات والسكريات، يعني هنا بياكل من ناحيتين، دي أطمة من هنا وأطمة من هنا، وبيستمتع بذلك. ده مش قادر يروح، بيقاوم قبل ما يروح، لازم ياكل حاجة حلوة، ما يقدرش ينام من غير الحاجة الحلوة ده. يبقى إذن الأكل بالليل هو المشكلة الكبرى في دهون الكبد. لقد ثبت علميا إن الناس اللي ما بتاكلش متأخر بالليل، لأن لما ياكل متأخر بالليل مش هيبقى ليه نفس الصبح ويقول لك لا أنا ما أقدرش أفطر دلوقتي، أنا أفطر الساعة 12 واحدة. ولكن ثبت إن اللي بياكل الفطار والغدا، ياخد الفطار وفنجالين قهوة، هذه وقاية من الكبد الدهني. الناس بتسأل والبيض كمان؟ لا، البيض ده وقاية للكبد الدهني، لأن فيه كولين، وهذا كولين كنا زمان بنديه في الأدوية، لنقول أنت عندك كسر في الكبد، وكان الدواء عبارة عن ميثيونين وكولين، وكنا بنسميه essential فورت، وكنا بنبلعه للناس، وكان الناس تحس بالراحة لما، لأن ما كناش بقى نعرف ما بيحدث في داخل الكبد. زيت الزيتون، ولكن مش كل زيت الزيتون اللي هو الفيرجن، اللي هو اللي أو اكسترا فيرجن، اللي هو بيبقى ده ما حصلوش ديهايدريشن، ده زيت الزيتون ما تحطوش، ما تطبخش بيه، لو طبخت بيه فقدت أهميته. الأكل اللي بنسميه ميديترينيان دايت، اللي هو عبارة عن الخضروات والفاكهة، يبقى زيت الزيتون والخضروات والفاكهة ده بنسميه ميديترينيان دايت، وده بيؤدي إلى وقاية من الكبد الدهني. إذن عليك الخيار ما بين الأكل وما بين الدواء، وثق إن مفيش دواء 100% ناجح، ولذلك العلاج يبقى لك الخيار ما بين الأكل وما بين العلاج. إنقاص الوزن هو الأساس، ولما نشوف هنا إنقاص الوزن إذا كان في حوالي 3% بيقلل الدهون في الكبد 35%، إذا كان أكثر من 5% بيقلل المشاكل اللي بتحصل في الكبد، إذا كان أكثر من 7% حتى لو حصل التهابات دهنية في الكبد بيقللها، لما يكون أكثر من 10% حتى لو حصل ألياف في الكبد بتتحسن. ولكن إياك وسرعة إنزال الوزن، يجب يكون إنزال الوزن في حدود 10%، لأن الوزن السريع قد يكون له مضاعفات كثيرة، منها اللي هو حصوات المرارة وخلافه، ولذلك يجب أن يكون الوزن في حدود 10%. ولذلك هذا إنقاص الوزن وقاية ليس للكبد، ولكنه وقاية أيضا من أمراض القلب، وقاية أيضا من السكر، وقاية أيضا من دهنيات الدم، وقاية أيضا من ضغط الدم، وقاية أكثر من مضاعفات الناتجة من كثرة الطعام. ولذلك يجب أن نعلم تماما أن الأكل هو الأساس، والأكل عبارة عن لازم الكالوريز قليلة، لازم ناخد الخضروات والفاكهة، لابد ان احنا لما ناخد البروتينات ناخد البروتينات البسيطة، لما نيجي ناخد الزيوت ناخد الزيوت المش مضرة زي زيت الزيتون. وهنشوف هنا ادي الخضروات زي ما احنا شايفها، شكلها جميل وظريف، خضروات خضروات، هذه هي الفاكهة. المكسرات دي ما تنفعش في انقاص الوزن، ولكن وقاية للقلب ووقاية للكبد ووقاية لكل شيء. يبقى إذن هل الرياضة هي الوحدة هي الكافية؟ لما نشوف هنا هنلاقي الوقاية دي بتحسن الناحية النفسية، إن أنت بتحس نفسيا مرتاح، ده بيساعد على إنقاص الدهون الثلاثية وعلى زيادة
الكوليسترول الذي يحمي الجسم. مفيش دواء بينزل الكوليسترول يرفع الكوليسترول المفيد إلا المشي. ولكن إذا خدت دواء ينزل الكوليسترول، بينزل الاتنين مع بعض، بينزل المفيد وبينزل الضار. الحاجة الوحيدة اللي تنفع الكوليسترول المفيد اللي هو المشي والرياضة. يبقى المشي والرياضة هو حماية، بيديلك كوليسترول المفيد. الكوليسترول المفيد ده وقاية لدهون الكبد أيضا. يبقى إذا الرياضة لوحدها غير كافية، ولكن إنقاص الوزن والأكل هو نمرة 1، والرياضة نمرة 2. ثبت إن 15 دقيقة من الرياضة بتؤدي إلى 17% نقص في الوفاة، و11% وقاية من السرطانات بصفة عامة. يبقى إذا الأكل وتعديل مسار الحياة هو أول حاجة نفكر فيها. الأكل لوحده يقدر يسيطر على السمنة، الرياضة لوحدها لا تستطيع أن تسيطر على السمنة. فالأكل أولا ثم الرياضة ثانيا. وإن تعذر الأمر فنرجع للعلاج. كل واحد يقول لك اديني علاج ينزل وزني، اديني علاج ينزل دهوني في الكبد، اديني علاج. حتى الآن لا يوجد علاج قاطع مؤكد ينزل وزنك، لا يوجد علاج قاطع مؤكد ينزل الدهون في الكبد. ولذلك عليك الاختيار أولا بالأكل، ثانيا بالرياضة، ثالثا ابحث عن الدواء، رابعا وأخيرا الجراحات التي تغير مسار المعدة أو تقلل من حجم المعدة. ولذلك الوقاية خير من العلاج. وشكرا جزيلا على هذا استماعكم لهذا الموضوع، وإلى لقاءات كل يوم سبت لأقدم لكم شيء جديد. وشكرا جزيلا.